اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الجهاز هذايا كما تشوفوا هو الجهاز اللي نستعملوه في تلحيم الانابيب نتاع تمرير المياه الصالحة للشرب وغيرها في البيوت اللي تتسمى بيبير. الانابيب هذه اللي عندها الكثير من الاشياء، الوحدات اللي تتلحم فيها مثلا للتطويل الانبوب او زوايا او مثلا لهنا كما تشوفوا يعني حنفيات وغيره. كيفاش يشتغل الجهاز هذا؟ يسخن الحديدة هذه اللي فيه، هذه بتسخن، لما بتسخن بتسخن الوحدات هذوما الاثنين اللي على اليمين وعلى اليسار اللي هي هذه وهذه. إذا كان أنا لست محترف في الأعمال متاع السباكة ولا أحتاج إلى شراء الجهاز هذا اللي تشوفوا فيه، لكن مثلا عندي قطعة متاع أنبوب خربت ولا حاجة ولا أريد أن أقوم باستدعاء السباك حتى يقوم بالتركيب متاعها، ولا أريد كذلك أن أشتري هذا الجهاز، شنو نعمل؟ مش نوريكم بسهولة كيفاش تصنعوا الجهاز هذايا من أدوات موجودة في البيت. اول حاجه مش نعملوها هي ان مش ناخذ الوحده نتاع البرغي هذايا ونقوموا بالتثبيت نتاعها، ونقوموا بالتثبيت نتاعها على خشبه عاديه، خشبه صغيره قديمه، نثبتوها جيدا. بعد ما قمنا بالتثبيت نتاعو كما تشوفوا لهنا، كما تشوفوا لهنا، شنو نعملوا؟ ناخذ الوحده نتاعنا اللي هي هذه نتاع التسخين نتاع المياه اللي تشوفوا فيها، هذه نختاروها عندما نشتروها. فيها اثنين انواع، نوع بيحترق اذا كان تخليه ما يشتغل بدون ماء، والنوع الثاني يتسمى سوخوي يعني ناشف، يشتغل بدون ماء ما بيحترق. هذا هو السعر نتاعهم هو نفسه. شنو نعملوا لها الوحده هذه؟ ناخذ الوحده هذه نتاع تلحيم الانابيب اللي فيها مقاسات مثل اللي تركب في الماكينه هذه، شفتوهم بيتباعوا لوحدهم هما قطع غيار هذوما. ناخذ القطعه الاولى ندخلوا فيها البرغي، القطعه هذه كما تشوفوا ندخلوا فيها البرغي متاعنا بالطريقة هذه. من بعد ندخلوا الرونديلة هذه ونزيدوا، نقوموا بالتركيب متاعها من الناحية الأولى من الجهاز هذا هكذا. شفتوها؟ من بعد نقلبوها من الناحية الثانية، ناخذ صامونة أخرى وواحدة أخرى ونقوم بالتركيب متاع الجزء الثاني. خلاص كما تشوفوا الجهاز متاعنا جاهز ان شاء الله. شنو مش نعملو؟ ناخذ قطعة حديد هذه نحطو لهنا صامونة، نركبو عليها القطعة هذه، نخليو عليها الجهاز متاعنا بالطريقة هذه هكذا. خلاص الجهاز نتاعنا صار جاهز، اموره واضحه. ولهنا اخواني نشوفوا مع بعضنا، من بعد ما نركب الجهاز نتاعي هكذا نخليه لهنا ونركبه فيه، ونركبه في الكهرباء. كيما تشوفوا الجهاز بدا يحمر يعني بدا يسخن الحديد نتاعنا ان شاء الله. من بعد مرور 1.5 دقيقة ناخذ مثلا الزاوية هذه والقطعة هذه، ومش نقوم باللحام نتاعهم، سهل ياسر، ندخل من هنا، ندخل من هنا هكذا، وهذه من هنا ندخلها هكذا. كيما تشوفوا بترجع لوحدها، ولهنا نفس الشيء، ونقوم بعملية التلحيم نتاعهم.
خلاص امورنا واضحة والانبوب بتاعنا ملحوم اموره سانك سانك، ومن الداخل تقدروا تشوفوه ملحوم. شفتوه؟ هذا هو اخواني الجهاز متاعنا، الجهاز متاعنا ناجح 1000%. بالنسبة للناس مش تقولي هذا بيسخن هنا ويكون خطر وكذا، الجهاز بتاع احتراق، الجهاز اللي يتباع هذا في المحلات نفس الشيء، الحديدة هذه بتسخن بنفس درجة الحرارة هنا وتقدر كذلك تحترق، لازمك فقط تشتغل يعني تكون يعني تشتغل يعني وتاخذ حذرك وخلاص. الجهاز اموره واضحة شغال سانك سانك، ان شاء الله يكون الاختراع هذايا او الابتكار هذايا اعجبكم. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء.